Sbakhir ala slimetkom niskol les fans nta le page علاش les belles riches naturelles avec Oriflame. Aya chkon honi live zghir. Donc باش نفسر لكم فيه باش نجاوب على دي كيستيون كي العاده دي يجيو في البريفي وجو بريفير انا نخرج اون لايف باش نجاوب العبيد مره واحده كي كنجاوب الناس الكل. دونك باش نفسر لكم بطريقه مبسطه وسهله على الاخر على الاخر على الاخر. برانسيب الخدمه في اوريفلام انا ديما نفسر فيها ما ميسالش لا ريبيتيسيون حاجه باهيه 2 مليون قبل خام. دونك نعاود نفسر لكم الفكره كيفاش بودجي صغير بميزانيه صغيره انت من غير شهاده من غير مستوى دراسي من غير برشا فلوس تنجم تعمل خدمه لروحك في الوضعيه اللي عايشتها تونس توا. راك تنجم مازلت تنجم تعمل مورد شغل ومازلت تنجم تخدم وتدبر الفلوس وما عادش تقعدوا في الدار وتكتفوا يديكم وما عنديش ما عنديش ومانيش لاقيه كيفاش ومانيش لاقيه منين وما عندي ما نعم. عندك ما تعمل وتنجم تبدل حياتك وحياة عائلتك وتنجم راك تعمل دخل إضافي وتنجم تعمل كوميسيون عمولة تتسبلك كل شهر وتولي عندك الحرية المالية اللي وقت اللي تستحق فرانك ما تقعدش تلوج منين تجيب ومنين تتسلف وتعطيك أمك وتعطيك أختك ويعطيك راجلك ويعطيك خوك وتبدأ تستنى في شكون شهر باش يقبل شهريته ويعطيك فلوس. دونك هاو كيفاش تنجموا مع أوريفلام تونس تعملوا دخل محترم يضمن لكم الحاجيات نتاعكم بطريقة سهلة. معناها بون سهلة سافيدير كو ما فماش خلينا نتفاهموا ساعة من الأول بالكل اللي ما فماش خدمة ما فيهاش تعب. يعني علاش ترضاو بالتعب في أي خدمة وتقبلوا كونه أي خدمة تنجم تكون متعبة أما وقت اللي تخلطوا الأوريفلام تحبوا حاجة سهلة. ما فماش حاجة سهلة تجيب الفلوس راه ما فماش عبد قاعد مكتف في يديه وحاط ساق على ساق يتفرج في التلفزة وباش يلقى فلوس ويحب أوريفلام تعطي 500 دينار و 600 دينار و 200 دينار و مليون و 5 ملايين. لي فما ناس تخلص في أوريفلام احنا نخلص وناخذ في شهري من عند أوريفلام اما رانا ناس نخدموا في أوريفلام بجديه وتاعبين في خدمتنا. معناها ما بين الوقت والوقت نلقى وقت الأوريفلام ونتعب عليها ونوسع بالي ونعمل مجهود باش نخلص. كيفاش نخدم في أوريفلام؟ خلينا نبداو بالخطوه بالخطوه بالخطوه. خلينا نبداو من هيك لانونس الاشهار اللي انت لقيته في الفيسبوك. طب باش ناخذ اكزامبل نتاع عبد القاء اشهار في الفيسبوك وبعث ميساج يحب يستفسر سامحوني. دونك انت ماشيه في الفيلد اكتواليتي نتاع الفيسبوك تشوف في لي جروب لقيت طفله مهبطه على الفيسبوك يا البنات لوج على 50 بنيه معايا من الجمهوريه الكل باش يخدموا تسويق شبكي. خدمه سهله ما فيهاش برشا تعب وراي دخلك فلوس. بون انا مانيش متفقه برشا مع نوعيه الاشهار نتاع خدمه سهله على خاطر ما فماش خدمه سهله. الخدمه الكل يلزمها تركيز ويلزمها تعب ويلزمها اجتهاد وهذا قلت لكم من اول اللايف. دونك اما لقيت اشهار شكون يحب يدخل اوريفلام شكون تحب تسجل في اوريفلام اجا اخدم معنا في اوريفلام. الاشهارات اللي تشوفوا فيهم صباح وليل بيه. انا باش نحط روحي توا في بلاصه واحده ماهيش تخدم عندها تليفون وعندها الانترنت لازم التليفون ولازم الانترنت باش نجم تخدم معانا. ماذا بيك يكون عندك تليفون وفيه اسباس ميموار ويكون عندك انترنت. دونك باش نبداو متفقين معناها الانترنت حاجه ضروريه في خدمتنا. هيك ستيل اللي تصب دينار لايت مره في الجمعه ما تنجمش تخدم. باش تخدم يلزمك تليفونك يكون فيه الانترنت. فوالا دونك انا تليفوني فيه الانترنت انا موجوده على الفيسبوك جينيرالمون نهار كامل نقضي قضيه داري ومن بعد سامحوني ومن بعد ندخل الفيسبوك باش ندخل الفيسبوك باش نعمل طلع ونقعد على الفيسبوك نكومنت نبارطاجي في لي جروب اكسيتيرا. عجبتني لانونس هذي قلت خليني نشوف فرصة عمل لي علاش لي نخدم خليني نحاول. اي دخلت بعثت للطفلة ميساج بريفي الطفلة باش تفسر لك الخدمة في اوريفلام بطريقة عامة فيسا فيسا وباش تطلب منك بطاقة التعريف والادريسة والكود بوستال ونمرو التليفون. علاش تطلبهم منك الطفلة هذيا؟ تطلبهم منك على خاطر باش تسجلك في اوريفلام باش تكون جزء وبارتي وكونسلتانت وبارتنير شريكة مع اوريفلام يلزمك كود وباش نجمو نتحصلو على الكود هذاكا الطفلة اللي باش تسجلك فما جوزيفا فورمولير تعمرو ويطلب عليها الاسم واللقب ونمرو بطاقة التعريف ونمرو التليفون والادريسة والكود بوستال ويعطيها في الملوطة بالكل وين يلزمها تحط تصويرة بطاقة التعريف من الجهتين الجهة الأولى والجهة الثانية وتعمل انسكريغ باش تتحصل على الكود اللي باش تعطيهولك. دونك راهو بلاش بطاقة التعريف ما نجموش نسجلوكم في اوريفلام. علاش؟ على خاطر اوريفلام شركة قانونية
وحتى حد ما ينجم يسجل معاها من غير بطاقة تعريف. انت مواطنة تونسية ما تعرفك تونس وما تعرفك اوريفلام كان من خلال المعرف الوحيد نتاعك في الجمهورية التونسية اللي هما رقم بطاقة التعريف نتاعك. ما تستغربوش كي يطلبوا بطاقة التعريف، حاجة عادية وحاجة ايفيدونت وحاجة من تحصيل الحاصل، مانيش نخدموا تحت الحيط. انت من بعد اوريفلام باش تصب لك شهرية، ومن الشهرية نتاعك فما اداءات باش تمشي للدولة، وباش تجيك فاتورة باسمك وفاتورتك باش تخلط حتى لباب الدار، وفيها اسمك ورقم بطاقة التعريف نتاعك اللي هو المعرف نتاعك. دونك عادي باش اي واحد يسجلك في اوريفلام يطلبك في رقم بطاقه تعريف. فوالا دونك هذا هاي سيدي سجلتك وعطاتك رقم عطاتك رقم الكود نتاعك في اوريفلام، وانت توا اوفيسيلمون بارتنير دو بوتي اوريفلام تونيزي. اي دونك المرحله الجايه شنو هي؟ احنا توا نقول لكم في اوريفلام راهو تنجموا تبداو ب 30 دينار ب 50 دينار ب 80 دينار ب 100 دينار حسب ميزانيتك، حسب الميزانيه اللي انت تنجم توفرها. تنجم تنطلق في مشروعك مع اوريفلام، وهنا باش نحكي على اوريفلام من جانب المشروع، مانيش باش نحكي على عبد دخل باش يشري الروح واكاهو به. في اوريفلام اول ما تحط ساقك فما حاجتين اساسيين. الكوموند الاولانيه معلومة التسجيل، هذو ما حاجتين أساسية. قديش يلزم تكون الكوموند الأولانية؟ أنت في أوريفلام راك تنجم تبدأ بصابونة، راك تنجم تعدي كعبة دونتيفريس، راك تنجم تعدي دبوزة شامبوان، راك تنجم تعدي كعبة كاكاو، راك تنجم تعدي أي حاجة حسب ميزانيتك. ما فماش اوبليغاسيون داشا في اوريفلام بمونطون معين. ما تقولكش اوريفلام باش تبدا معايا يلزمك 200 دينار ويلزمك 50 دينار ويلزمك 300 دينار، لا تبدا باللي تحب. اما في الكوموند الاولانيه ما تتفاجئوش من اما، راهي مش توزيره بعد الاما، لا اما كان نبداو على قنطره صحيحه. اما فما 13 دينار 13 دينار هما معلوم الكيت دو ديماراج في اوريفلام. الكيت دو ديماراج هاب شنو نوريه لكم، الكيت دو ديماراج هو هذا يجي هذا لانفلوب اللي ترا فيها هذي اوريفلام، تجي مع اول كوموند تعديها في اوريفلام. هذه اللي تتفكتر ب 13 دينار في اول كوموند تعديها. نقولوا انا خذيت صابونه 5000 فرانك مثلا، ولا كريمه ما 7000 فرانك، معاها هي انا عديت الصابونه معاها باش تفكتر لي اوريفلام 13 دينار. نتاع تلقاوها في الفاتوره مكتوبه، خلينا نجيبوا فاتوره، تلقاوها هذه فاتوره اوريفلام اللي تحط لكم مع كل كوموند تعديوها. تلقاوها في الفاتوره مكتوبه ستارتر كيت في اول ستار من الكوموند الاولانيه نتاعك، او كاول ستار باش تلقى ستارتر كيت وين السوم، او كثلت بون خاطر الكاميرا سيلفي محطوطه. اما 13 دينار هايك تنجمو تقراوها نتاع شنو نتاع ستارتر كيت مقلوبه، تشوفوا فيها يظهر لي، خاطر نحطها هكا انا عارفش كيفاش نجم نحطها تشوفوها، اما انتو كاتو نصوريه لكم بعد نهبطها لكم. ستارتر كيت دونك 13 دينار ماهوش معلوم التسجيل، راهو معلوم الكيت دو ديماراج اللي شنو نلقاو فيه، ماهوش جواب فارغ. هذا تلقى فيه ورقه هذيا للعباد اللي تسجل في سيج اوريفلام كونترات وفارغ، تلقى فيه ورقه هذيا مهمه على الاخر باش تبداو بها الخدمه، ليست دو 30 باش تلقاو فيها ليست دو بري، فيها اسوام لي كاتالوج الكل وقداش يجيبوا لكم نقاط، باش تلقاو فيها لي كود نتاع لي كاتالوج، تلقاو فيها لي كود نتاع لي باك نتاع اوريفلام، تلقاو فيها لي بروموسيون نتاع الشهر اللي انت دخلت فيه مسجلين معمولين، تلقاو فيها لي نيفو نتاع الخلاص في اوريفلام من هنا. دونك هذوما الكل اوراق تابعين الخدمه، باش تلقاو فيه كاتالوج نتاع الشهر اللي دخلت فيه، ريحة الكريمة اللي في البرومو تفتق خارجة، باش تلقاو فيه البروشور نتاع برنامج الترحيب نتاع كل واحد يدخل جديد في اوريفلام، بروغرام دو بيانفونو اللي تنجم انت توفر بيه 158 دينار، هو قيمة ربحك على البروغرام هذايا وقت اللي تكملو.
صافي دو تيستور دو بارفان. دونك هذه الورقه اللي تنجم، هذه البارفان اللي ربحوها غراتويت العبيد اللي دخلت في اكتوبر، ربحوها بليش بارفان. هذه حاطين لنا التيستور نتاعها، وتلقى فيه دو تيستور، واحد رجال واحد نساء. دونك هاو بارفان بوسيس دو سيكريت للنساء تيستور، وتيستور نتاع بارفان سيناتور نتاع الرجال. دونك هذوما الكل يجيو الاول في اول كوموند، تعديها في اوريفلام في وسط انفلوب تتسمى ستارتر كيت، والا كيت دو ديماراج بالفرنسي. دونك الكيت دو ديماراج قيمته 13 دينار، ويتفكتر في الكوموند الاولانيه. ما فماش واحد يخدم في اوريفلام توا يخلص ملايين، يخلص 50000. الناس الكل ما يخلصش، يدخل يشري روحه كهو. الناس الكل في اول كوموند يخلصوا الكيت دو ديماراج. لا بون نوفيل سي كو انت راه ماكش تخلصهم زايدين، خاطر انت كان تشري دابوزا بارفام في كوموند نتاعك الاولانيه، كان شريتها من عند حد بالكتالوج، 13 دينار اللي انت كنت باش تخلصهم تربح بهم كودك، تعطيهم في مكتوب حد اخر ربحوا هو من الكوموند هذيك. دونك انا نفضل نربح في روحي ونخلصهم في الكيت نتاعي، في الكود نتاعي، ونعمل كود يقعد لي عام يخدم، عام كامل يخدم. من بعد عندنا 6500 رونوفيلمون كل عام. اما الكود 13 دينار هذوكم يضمنوا كاولو كودك باش يقعد عام كامل يخدم حتى كان ما شريت حتى شيء. فوالا دونك هذيك الكيت دو ديماراج، كل كوموند بفاتورتها باسمك واللقب نتاعك ونمرو بطاقة تعريفك وكود الفاتورة نتاعك وأمور قانونية، المعرف الجبائي نتاع أوريفلام، رسمي للشركة، المعلومات الجبائية على الشركة الكل. أوريفلام شركة كبيرة، شركة من عام 67 في العالم، شركة تحترم نفسها، ما فماش بلاصة تنجم تخدم فيها، وكل فرنك يجيك صحيح كيما أوريفلام تونس. فوالا دونك أي سيدي احنا نحكيو على المراحل. توا عملنا الكود وعديت أنا به، قلت لكم البيدجي الأولاني، عديت صابونة شنو باش يتفكتر لك في الكوموند الاولانيه. عندك الكيت دو ديماراج نتاعك 13 دينار، عندك البرودوي نتاعك اللي تاخذو برميز 23%. دونك انت ملي تدخل لوريفلام ما عادش تشري بسوم الكتالوج، تشري باقل من الكتالوج 23%. وعندك الترونسبور، كان انت باش تمشي تاخذ من السيج فاتوره تخلص عليها 16000 فرنك، وكان انت باش تجيك الكوموند حتى لباب الدار فما 8000 نتاع اغاميكس ولا تونيزي اكسبريس اللي كيما ديما تشريو على الانترنت وتخلصوا لهم في الترونسبور نتاعهم. دونك انت ب 30 40 دينار تنجم تبدا مشروعك في اوريفلام. سجلت وعديت الكوموند الاولانيه نتاعك ووصلت لك وخلصتها، كودك يولي نجم يقبل كونك تدخل معاك عبيد. نبداو معاك احنا وقتها سلسلة متاع تكوين، يعلمك كيفاش نجم تستغل الفيسبوك وتعمل شهرية. انتوكا انا بديت هكايا وتوا نخلص فوق المليون من اوريفلام. سكرت وذنيا على عبيد اللي سلبيين، اللي يحبوا يبداو مكتفين يديهم ويدبروا في العشرة الاف والعشرين الف من عند الناس اللي تخدم. احنا مانيش هكاكا، احنا ناس نضربوا الحيط ونهبطوا فلوس، نخدموا على روحنا. واوريفلام راهي فرصة عمل جدية لكل وحدة، برا استحايل ودور في جنابك ودبر 30 40 الف وعدي الكم، اعمل كودك وعدي الكوموند الاولى في اوريفلام، وانا نكونك ونضمن لك كانك بقلبك وكانك خدامه وكانك تحب تنجح باش توصل للي حاجتك بيه واكثر. فوالا دونك انا فسرت لكم جانب من كيفاش تحط ساقيك في اوريفلام وكيفاش